دكتور سعيد الزون، اهلا بيك يا دكتور. ايوه دكتور سعد، دكتور سعد، اهلا بحضرتك يا دكتور. عفوا، هما بس كاتبينها اهلا لي بيك سعيد، يا انا دكتور، اسفه جدا. اهلا بحضرتك. طبعا اهلا بيك يا دكتور، مع بدء اهلا بيك. عمليه تحرير الموصل تساؤلات متعدده. يعني هم قالوا بالفعل انه والبنتاجون يمكن بالرغم انهم قالوا انها هتستغرق وقت طويل، ولكن كانوا على الاقل ان العمليات يعني مرت بشكل سريع، اكثر مما كانوا، اسرع مما كانوا يتوقعوا. لكن تساؤل، لم تكن هناك، او في البعض بيقول انه لا توجد حمايه لكل الحدود، وده معناه انه ممكن ان تتحرك، وده اللي بيفسر تقهقر داعش دلوقتي وتقدم القوات العراقيه، بانه القوات ان تنظيم هيتحرك الى سوريا. فيعني رؤيه حضرتك لهذه الحرب، وهل هي معد لها جيدا، ولا فعلا هيحصل تحرك الى سوريا؟ يا دكتور احنا قلنا كتير قبل كده، واعتقد كنت معاك من حوالي شهرين ولا حاجه، قلت نعم. احنا امتى هنفضل نصدق امريكا والغرب؟ الموضوع بسيط للغايه. الموضوع ان احنا بنتسلم للمره الثالثه كمنطقه بحجه وجود تنظيم. داعش كان لازم ينتهي هذا الشهر قبل انتهاء فتره اوباما، ينهيه لكن يبقى الرفض اللي هو البغدادي للرئيس القادم، زي بالضبط ما حصلت مع القاعده نعم. وبوش الابن، انهى القاعده وترك لاوباما بن لادن. بن لادن خلص على اوباما، خلص على بن لادن وانشا عندك داعش، نعم. وهكذا احنا بنتسلم. اللي حصل في الموصل، الموصل دلوقتي بقى لها اسبوعين قيل انها محاصره من كل الجوانب، بالجيش العراقي، بالحشد الشعبي، بالقوات الامريكيه، بالاتراك في جهه من الجهات، و بقالهم اسبوعين منتظرين ساعه الصفر. ما حدث على الارض هو اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي. طوال الاسبوعين الماضيين، لان كان مقدر ان في اكثر من 15,000 داعشي داخل الموصل، عارفه الموصل أو محافظة نينوى، مركز محافظة نينوى هي من المحافظات الكبرى، فيها تقريبا 3.5 مليون عراقي لوحدها. الموصل فيها من مليون وربع لمليون ونص، فقيل إن فيها 15,000، وده العدد الحد الأدنى للعدد من الإرهابيين اللي يمكن ليهم إنهم يسيطروا على بلد كبيرة أو محافظة كبيرة زي كده. طيب النهارده أعلن بشكل واضح أن اللي موجود لا يتخطوا ال 3,000. راح فين بقى ال 12 أو ال 13,000؟ هو ده اللي قامت أمريكا بيه خلال الأسبوع الماضي، بالترتيب مع تركيا وبالترتيب مع الحشد الشعبي اللي هو كل الجبهات الحقيقة الشمالية والجنوبية والشرقية كانت محاصرة. تركت الجبهة الغربية المحاذية لسوريا مفتوحة إلا من الحشد الشعبي. يعني كانت مفتوحة، اعتبر ان مفيش فيها حد. تم نقل الدواعش خلال الفترة الماضية إلى الرقة، من دير الزور إلى دير الزور إلى الرقة داخل الأراضي السورية. وده اللي حصل بالفعل على الأرض. ولذلك الناس النهاردة بتستغرب، هو إيه اللي حصل؟ راحوا فين داعش؟ لم يبقى يعني سوى ال 3,000 دول. عبارة عن إيه؟ ال 3,000 دول عبارة عن دواعش المحليين، يعني أبناء البلد نفسها، وكل الغرب بما فيه جزء من المحليين تم نقلهم. ليه؟ لان على الارض احنا عارفين ان الصراع الكبير بين الروس وبين الامريكان في موضوع حلب، واتضح للامريكان وللغرب من بعديهم ان ده موضوع محسوم. روسيا ردت نفس الالم اللي ادته للروس في افغانستان، نفس الرد بنفس الطريقه، بالظبط بنفس الطريقه. اللي احنا سمعنا خلال الفتره اللي فاتت الامريكان بيهددوا يعني اوباما نفسه قال كل الخيارات مفتوحه بما فيها الخيار العسكري. وبعد كده قال هيقعد مع مستشارينه الاسبوع اللي فات. وبعدين قعدوا وبمنتهى الهدوء واريحيه خرج قال ايه؟ قال انا تركت الامر للبحث عن حلول سياسيه. هذا الكلام معناه ان الموضوع انتهى بالنسبه للامريكان بقرارهم والاوروبيين،
انتهى داعش بالنسبه للعراق بشكل تقريبا نهائي، ولم تري خلال ربما ايام بسيطه. امبارح في اول ساعتين خدوا 200 كيلو، يعني الموضوع يعتبرني في بضع يعني ساعات. دكتور سعد، طب انا الان بس التركيز الكلام حضرتك ده بيؤكد انه في فعلا ان هم اتحركوا بالفعل لسوريا. اذا هنا العمليه ان انت بتنقلهم من سوريا من اتحركوا العراق. الاسبوعين الماضيين مش النهارده. ايوه تمام، يبقى معنى نعم كده ان احنا بنعمل ايه؟ طب هل دي خطه من امريكا علشان برضو الهدف ان هو عايزين يحرجوا روسيا او انه يفشلوا العمليات اللي بتقوم بها روسيا على الارض السوريه، لا، هي مش ولا هي، ما هو اكتر من احراج يا دكتوره، اكتر من احراج. امال ما هو ايه؟ الامريكان النهارده والغرب ما هوش هيقدر يعمل شغل بشكل نهائيا في سوريا وفي حلب بالذات. نعم، وحلب انا بعتقد والكلام ده قلته من شهرين، هي معركه كونيه ايوه بين الغرب وبين الروس، والقرار السياسي لن يحسم لان على الارض التحرك العسكري على الارض يعطي للروس كامل الحقيقه كامل القدره والامكانيه. امريكا لقت نفسها الحقيقه مش قادره تتحرك، لكن هي القصه زي ما بقول لحضرتك انهم عاوزين يحولوا سوريا الى مستنقع للروس شبيه بافغانستان، لكن ده مش هيحصل لان الروس يؤمنوا تماما بان من علمك الحكمه ثعلب الراس الذئب الطائر عن جسده. عارفين تماما اللي الامريكان بيخططوا ليه، وبوتين مش جورباتشوف ولا اي رئيس من الرؤساء الامريكان السابقين، لا، راجل بتاع معلومات، بتاع مخابرات، راجل داهيه سياسيه، تمام، عنده خبره جيده. فهي امريكا النهارده بتحاول انها تحول سوريا الى مستنقع كبير. نعم. لكن قريبا جدا، وده اللي جاي بقى. اللي جاي انا بعتقد في صراع كبير هيبقى بين تركيا وبين العراق على المنطقه. صراع كبير بين سوريا وبين تركيا وبين ايران وتركيا، وربما تخرج ايران بشكل او باخر. في نفس الوقت لو لاحظتي بدا النهارده اعلن عن هدنه في اليمن وتحرك سياسي ربما تقوده امريكا. يعني نعم. بمعنى ان موضوع سوريا انتهى بالنسبه للامريكان. انا بعتقد خلاصه الكلام، امريكا هزمت في الشام وخرجت الى غير رجعه، بتحاول تصنع من سوريا مستنقع للروس، لكن مش هيكون لان الروس اذكى من كده، والروس اتحركوا بشكل فاعل على الارض. القادم ما تسلمنا مره ثانيه بكل اسف بتنظيم جديد للرئيس القادم. طيب يعني هنا برضو إلى أي مدى، يعني حضرتك ذكرت أنه جزئية مهمة جدا أن هيكون في صراع تركي وهتدخل إيران في العملية بالفعل بعد رفض العبادي. نعم، صراعات متعددة، لكن أنا عايز أدخل بس للحوار التاني كمان، أنه ما تم الحديث عن وحدة الشعب العراقي ووحدة القوات العراقية أيضا، ودخول كردستان والبرازيل كبيرة. بالظبط كده، أنا عايز حضرتك توضحها يا أستاذ سعد المشاهدين. اتفضل. ما حدث للأقباط وللأزيدية في وللسنة في العراق، وما يحدث الآن في الحشد الشعبي بدأ يتحرك، وأي كلام، أنا بكلمك على كلام من داخل العراق، الحركة الآن الحقيقة هي عملية تطهير للأعراق وللأقباط الأزيدية للسنة بكل أسف، وكأن العراق سلمت إلى الإثني عشرية الإيرانية الفارسية. يجب أن احنا ناخد بالنا من الجزء. ولذلك على الرغم من السعودية هي اللاعب الكبير في هذه العملية القذرة اللي بتتم في المنطقة، فأنا بقول لحضرتك قريبا من ضمن التغيرات اللي أتوقعها قريبا لن تجدي خريطة الخليج كما هي. والاتفاق التركي الخليجي اللي تم بالأمس في الاجتماع او الامس اللي ضم دول الخليج، قادة الخليج مع اردوغان، لن يستمر طويلا، وستجد قريبا هناك انظمة في الخليج على اثر ما يحدث الان سوف تنتهي. لن تجد خريطة هذه المنطقة بالكامل، منطقة الخليج كما هي، وكل التكتلات اللي حصلت هتتفكك من تاني ولن تلتئم مرة اخرى. العراق سلم لإيران، واعتقد ان في تطهير يتم الان للسنه وللازيديين وللاقباط،
من ال وسنجار، سنجار اللي كانت فيها الازيديين ال 4000 ازيدي انتهت، صحيح من الاسبوع الماضي مش للاسف. النهارده. نعم فندور تدور فين؟ فيجب ان احنا ناخد بالنا ان ما يحدث من اصهار واذابه لهذه المنطقه لن يعود لجغرافيا المنطقه الا ما كانت عليه اطلاقا. صحيح صحيح. يعني احنا شايفين طبعا، يمكن برضو كان روسيا اليوم منزلين زي انفوجرافيك كده لمعركة تحرير الموصل، وانه هناك عدد 30 الف من القوات المشاركة، عندنا المحور الشمالي في قوات البشمرجة، عندنا المحور الجنوبي في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، من المحور الغربي يهدف لمنع التسلل الى سوريا. وهنا ده اللي بيقولوا عليه انه للاسف ان هو غير مؤمن اساسا يا دكتور سعد. وفي نفس بقي مفتوحا يا دكتوره، نعم بقي مفتوحا لمده بالظبط 14 يوم بالظبط لم يدخل فيه صحيح. الحشد الشعبي غير خلال اليومين الماضيين بعد ما اتنقل، تمام، والليل مع حضرتك مش اتنقلوا الدواعش نعم كاشخاص بس، هناك طائرات امريكيه كانت بتنقل اسلحه ثقيله الى جانب الاخر. يا ربي، في منتهى الخطورة هذا الكلام طبعا أعتقد. في لعبه كبيره، نعم في نعم لعبه كبيره، وللاسف نعم للاسف الاشقاء في الخليج للاسف ومن نعم ربنا ان مصر لم تستدرج الى هذا المستنقع، بالعكس الحمد انا لله. بعتقد ان مصر حافظت على نفسها الفتره الماضيه، وكل حد اشترك في هذه المهزله هيدفع ثمن. وانا باكد لحضرتك طيب. ان امريكا بتدير الارهاب وتستثمر الارهاب، هذا الكلام مش كلام مرسل، نعم لا حضرتك في كتابات كثيره صدرت خلال الاسابيع الماضيه عن كيفيه تغيير العقيده القتاليه من قدوم ديكشيني ورامسفيلد وقيامها على كتائب المرتزقه، نعم وتحويل الحروب النظاميه الى حروب صغيره بادعاء مكافحه الارهاب، وما يحدث في منطقه صناعه امريكيه، هذه صناعه امريكيه، امريكا في حاجه الى صناعه الى تجاره الـ او جني ربح نعم تجاره الاسلحه. صحيح. فانا بعتقد ان احنا بس بندفع الفاتوره كل صحيح. اسف. توقفت عند تصريح للأمم المتحدة بيقولوا إن هم نحن قلقون من أوضاع المدنيين مع بدء المعارك في الموصل، وإنهم أعدوا خطة طوارئ لمدينة الموصل منذ شهر مارس المنصرم، وهنا تناقض شديد جدا. يعني الأمم المتحدة دلوقتي أنتوا بتتحدثوا عن إنه في خطة، وإنه المفترض إنه الآن كان في طبعا استعدادات لهذه العملية، جايين النهاردة تقولوا إن أنتوا قلقون على أوضاع 1.5 مليون مدني في الموصل. طب وما يعني قلقوش ولم تخلق الأمم المتحدة عندما اغتصبت السيدات المسيحيات والسيدات والأيزيديات. الأزيديات نعم وحرقت الكنائس. نعم الله، هو لم تتحرك الأمم المتحدة دائما لا تتحرك إلا بعد خراب مالطا زي ما بيقول. لا طبعا أبدا يا تمام. دكتورة يا نعم دكتورة إحنا بنناقش اللي هم عاوزينه بكل أسف. أنا نعم أتمنى على كل الإعلام الناطق بالعربية نعم ألا نأخذ كل اللي بيقولوه ونناقشه، إحنا لازم نناقش قضايانا إحنا، قضايانا من وجهة نظرنا إحنا وإيماننا بيها. صحيح. إحنا لن ننتظر الأمم المتحدة ولا تنتظر أمريكا، أنا بقول لحضرتك الموضوع ببساطة أن أمريكا تدير وتستثمر الإرهاب. وهذه سقطة أخلاقية أكثر من أي حاجة ثانية، لكن الكلام ده والكلام ده مش يعني لا الكلام ده موجود في كتب. في كتب مكتوب يعني يا وفي دكتور مذكرات وفي ابحاث. احنا شايفين السقطات البذيئه كمان في الامور اللي حاصله، سواء تسريبات ويكيليكس او سواء الاثنين المرشحين لمنصب رئاسه الولايات المتحده الامريكيه، مثلا والكشف عن مثلا والكشف عن مصايب يعني، والكشف عن كوارث الحقيقه، والواحد يعني حزين انه يعني نرى كل ده ونعاين ده يعني بصراحه، يعني تدني في كل شيء مش بس دعم لا للإرهاب. ولسه ولسه نعم نعم ولسه لغايه دلوقتي احنا بنناقش هم داعش راحوا فين؟ هو ايه الموضوع؟ هي امريكا بقى لها سنتين مع 64 دوله بتحارب داعش، داعش ايه؟ انا من بالظبط. سنتين يا دكتوره قلت داعش دي صناعه امريكيه، وللاسف اللي تحمل مصاريفها تدريب وتمويل في البدايه كانت السعوديه والامارات، ثم نقلت التبعيه واكثر حد استفاد منهم في الفتره الطويله كان الاتراك.
صحيح ثم انتقلت الان الى صحيح. فاحنا للاسف انا مش فاهم مدى الغباء العربي وصل الى حد ان احنا مش مصدقين اللي احنا بنسمعه وبنشوفه. لا طبعا هذا الكلام كلام، اذا احنا مشينا ورا اللي بيقوله الاعلام الغربي، وهو للاسف يا دكتوره احنا بقى عندنا دلوقتي في بلادنا ناس نهايات طرفيه للغرب، بيكرر ما يقوله الغرب عشان يلتقطوا الاعلام والمجتمعات بتاعتنا وترجع تكرره تاني للاسف، وكأن احنا في غفله كبيره. صحيح في غفله. صحيح للاسف الشديد. بنشكر حضرتك جدا دكتور سعد وجود حضرتك معانا، شكرا دكتور. وهذه الرؤيه ايضا اللامه، لان فعلا كل الاعلام يتداركها، واعتقد انه كل شيء بيظهر وينكشف، ويجب ان احنا ندرك ده جليا. يعني طبعا هنشوف بقى القصص اللي دايرة في الفترة اللي جاية كلها عن مدى تقدم القوات العراقية اللي احنا ورنا لكم حضراتكم، وانه في وحدة، والكلام ده في قلق من انه لا، كل طرف من الاطراف المشاركة في هذه الحرب لها اغراضها السياسية، اغراضها الشخصية، وبالتالي هنشوف انقسامات. يعني زي ما قال دكتور سعد انها كذبة الوحدة دي، والكل يتطرق الى هذا الامر. الجزء الثاني انك انت بتنقلهم من مكان لمكان ليس اكثر، مجرد انه اوباما عايز بس قبل ما يمشي احنا حررنا الموصل، ولكن القوات داعش بالفعل انتقلت لمناطق في سوريا ومناطق في الصحراء، واذا الامر مش كما يعني نرى.